أكثر من 3000 مصاب بالسرطان في إب مهددون بالموت. صحيفة لو فيغارو الفرنسية تتحدث عن مقتل 4 من عناصر القاعدة بطائرة أمريكية بلا طيار في اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، عود قطن يتسبب بوفاة رجل بريطاني. أهلا بكم. موقع المصدر أونلاين ترجم مقالا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قالت فيه إن التهديدات الإيرانية التي أطلقتها طهران مؤخرا كانت تستهدف القوات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا عبر جماعات مسلحة موالية لها. وأوضحت الصحيفة أن التهديدات الإيرانية تتضمن شن هجمات منسقة في مضيق باب المندب. ووزارة الدفاع الأمريكية أعلنت نشر حاملة الطائرات إبراهيم لينكولن ومجموعة من القطع البحرية في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع بالوكالة بات شنهان إن نشرها إجراء احترازي ردا على تهديدات إيرانية جدية. وجاء الموقف العسكري الأمريكي ردا على تهديدات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني الأسبوع المنصرم، توعد فيها بإغلاق مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات التي منحتها لثمانية مشترين للنفط الإيراني ومطالبتها لهم بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو الحالي أو مواجهة عقوبات أمريكية. ولم تفصح الصحيفة الأمريكية ما إذا كانت طهران ستستخدم جماعة الحوثي الموالية لها في تنفيذ تهديداتها ضد القوات الأمريكية، لكنها أشارت ضمنيا لذلك. فسبق أن هددت جماعة الحوثي بتنفيذ هجمات تستهدف القوات الأمريكية والتابعة للتحالف، إضافة إلى استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب. الكاتب محمود ياسين كتب في صفحته على الفيسبوك مقالا عنوانه صراعنا معكم ليس على التراويح. قال فيه: يا محمد علي الحوثي، ليس عليك تسمية ابنك القادم عمر، لا شأن لنا بالتعويض التاريخي، ولن تقايض بلادنا بصفقة المحبة والكراهية في قريش القرن السادس الميلادي. هذه اليمن، ولن يكون المقابل والصف الآخر من سقيفة بني ساعدة أو النظائر المقابلة لعلي في الجمل أو صفين. لا تنقصنا تسوية ماضوية مع عائشة أو عمر. التاريخ سيحتفظ بتلك الأحداث بمعزل عن محاولات التسوية العاطفية بأثر رجعي. ليس عليك محبة عائشة، ولا أحد منا معني بهذه العاطفة، ولن ندفع فارق الحقوق ونجبر ضرر تلك المرحلة بكسر عمودنا الفقري الآن. الأمر يمني بين يمنيين، واستدعاء الأمور العالقة من كتاب البداية والنهاية ومن المرويات العامة والخاصة ومحاولة تسويتها الآن لن تفضي لشيء. الراديكالي المتطرف اليمني المقابل لكم في حال أبقيتموها قرشية ليس جماعة أبو العباس أو أي رمزية سلفية، إنهم الأقيال مثلا، والوسطى هو العلماني من يبحث في خيار دولة للجميع، وليس الذي قد يقبل تفسيرين لحديث نبوي أو الذي يحب جميع الصحابة، ذلك في الماضي والكتب. أما في صنعاء وفي حال احتجت لاسترضاء ما، فقم بتسمية صاروخك سباء واحد مثلا، واترك صغيرتك حفظها الله بعيدا عن صراع ينبغي أن يكون على السلطة التي حصلت عليها بقوة السلاح وليس بقوة وصحة الحديث، على أنه ما من تسمية كافية للشعور بشراكة الآن أو موعد مستقبلي غير تسمية واحدة تفصح عن حقيقة المسمى يمن جمهوري ديمقراطي. المرض الأكثر فتكاً بحياة الناس في العالم يواجهه اليمن. أكثر من 3000 في محافظة إب وحدها يواجهون خطر الموت الوشيك جراء اقتراب نفاذ الأدوية والمحاليل الكيميائية في المركز الوحيد المتخصص لعلاج الأورام بالمحافظة والتابع لفرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. مدير مركز الأمل لعلاج الأورام في إب بليغ الطويل قال إن 50%
من الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بعلاج المرضى في المركز قد استنفدت ولم يتم توفير بديل لها، والمرضى معرضون لخطر الوفاة في حال لم يتم توفير الأدوية الكيميائية تحديدا. الطويل أضاف أن إجمالي عدد المصابين بالسرطان في المحافظة بلغ 3150 شخصا، منهم 400 طفل و800 نازح من محافظات أخرى، ويستقبل المركز نحو 50 حالة منهم يوميا. وأشار الطويل إلى أن مديونية مركز الأورام للصيدليات ومراكز الإشعاع والمختبرات بلغت حتى اليوم نحو 20 مليون ريال يمني، مناشدا الجهات الرسمية في الدولة والمنظمات الدولية الإنسانية سرعة تقديم المساعدات اللازمة للمركز لإنقاذ أرواح المرضى. تسعى ميليشيا الحوثي لإخراس الأصوات المعارضة خصوصا تلك المسموعة منها، لذا قامت مؤخرا كما يقول موقع يمن مونيتور بإمهال وسائل الإعلام اليمنية 30 يوما لتسليم ملفاتها وبياناتها إلى وزارة الإعلام التابعة للجماعة في صنعاء. وبحسب إعلان في جريدة الثورة التابعة للجماعة، فقد وجهت المهلة لمالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب الخدمات الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية لتصحيح أوضاعهم. ونقل مراسل يمن مونيتور عن إجراءات جديدة تعتزم جماعة الحوثي اتخاذها لإغلاق ومنع عدد من الوسائل الإعلامية عن تسريب مواد إخبارية عن الوضع المأساوي الذي تعيشه المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأضاف الإعلان المنشور أن هذا سيعمل على منع الاختلالات الحاصلة في الوقت الراهن، وحددت الجماعة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة لجميع الوسائل الإعلامية المتواجدة في مناطق سيطرة الحوثيين. عن انتقاد الرئيس هادي كتب محمد جميح مقالا نشره في موقع مأرب بريس، وفيه قال: هناك من يهاجم الرئيس عبد ربه منصور هادي والشرعية ليستفيد الحوثيون، وهناك من ينتقد ليستفيد الرئيس والشرعية، وبالمقابل هناك من يدافع عن هادي والشرعية لاقتناعه بعدمية الخيارات الانقلابية الأخرى لدى الحوثيين، وهناك من يكيل المديح للحصول على مصالح معينة، وهكذا تتعدد أسباب الهجوم والدفاع والنقد والمديح بتعدد نوايا وأهداف المتصدرين لتلك الأفعال. الرئيس هادي ليس فوق النقد، ولكنه يمثل الشرعية اليمنية، وقد يقول قائل إنه لم يعد شرعياً، لكن القول بعدم شرعيته يعني أن عبد الملك الحوثي هو الرئيس الشرعي الذي يقول شعار الولاية الحوثي إن الله أمر بتوليه، وهذا افتراء على الله وعلى اليمنيين. عندما لا نقول بشرعية هادي، فهذا يعني أننا إما أن نسقط في شرك الانقلاب أو نقع في الفوضى والفراغ. أما الذين يقولون ليذهب هادي وسوف يأتي الحل، فهؤلاء أشبه بمن يدعون إلى التخلص من التحالف العربي دون إيجاد البدائل المناسبة، وهذه هي العدمية ذاتها. هادي على كل ما يمكن أن يوجه له من نقد هو الرئيس المعترف به دولياً، وعلينا عندما ننتقده أو ندافع عنه أن ننطلق من حقيقة أن انتقاده أو الدفاع عنه يجب أن يصب في مصلحة البلاد لا مصالحنا الشخصية أو السياسية، مع استيعاب حساسية المرحلة الراهنة في البلاد. ومع ذلك هناك أخطاء تشوب أداء الشرعية بلا شك، ويظل على رأس تلك الأخطاء بقاء الرئيس خارج البلاد لفترة لا يمكن لعاقل أن يبررها مهما كانت الأسباب التي لم يتحدث عنها الرئيس ولو مرة واحدة، مع أنه لو فعل لوجد تفهماً من الناس ودعماً من الشعب. ليس منطقياً أن يظل اليمنيون يشكون من جريمة الانقلاب وغياب الشرعية وفساد المؤسسات دون البحث عن الحلول التي تؤدي إلى إصلاح المنظومة. يجب أن نكف عن الشكوى، وينبغي العمل على تقديم الحلول والمبادرات الجادة لإصلاح الأوضاع بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب. تحدثت صحيفة لوفيغاغو الفرنسية عن مقتل أربعة من أعضاء القاعدة بطائرة أمريكية بدون طيار في اليمن، وأضافت أن الأربعة المشتبه بهم من تنظيم القاعدة قتلوا عندما استهدفت طائرة بدون طيار سيارتهم، وفقا لمسؤول أمني محلي. وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس بريس إن الغارة التي على الأرجح نفذتها الولايات المتحدة قتلت الرجال الأربعة بينما كانوا في طريقهم إلى مزرعة في محافظة مأرب. الولايات المتحدة
تعتبر القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومقرها في اليمن أخطر فرع للشبكة المتطرفة. تضيف الصحيفة: اشتدت هجمات الطائرات بدون طيار على القاعدة في اليمن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في يناير 2017، بينما استفادت القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، وهما خصمان استفادا من الفوضى التي أحدثتها الحرب المستمرة منذ 4 سنوات. الدولة ورجلها الوحيد، هذا ما اختاره الكاتب فواز حداد عنوانا لمقاله في العرب الجديد. يقول الكاتب: في هذا الشرق فلنهتم بأحوال بلداننا ونتساءل عن سر تقدم الغرب وتأخرنا، مع أنه يخشى أن يصبح هذا السؤال خالداً أسوة بحكامنا. فالحاكم يرث الحاكم، وسواء ورثه أو لم يرث فهو نسخة طبق الأصل عنه. بالعودة إلى سقراط الفيلسوف، ينصح رجل الدولة أن يعي جيداً مسؤوليته الكبرى في مجال الحرب والسلم، وألا يجهل المآسي التي يمكنه إحداثها نتيجة قراراته الخاطئة. يزعم رجل الدولة في بلداننا عدا المعرفة الحكمة والذكاء، وأنه الوحيد الذي يمتلك القدرة على الحكم والاستمرار في السلطة، وإن كان من المشكوك فيه امتلاكه هذه الخصال، مع أن الواقع يقول إنه يمتلك القوة المتمثلة بجيش مسلح وأجهزة أمنية. لا يعني هذا أن رجل الدولة غبي أو مغفل، الشواهد تقول أنه رجل محنك يدرك ما يتحلى به من نقائص الواقع والوقائع تجابهه بها، وهو لا ينكرها. فالحكم ليس رفاهية ولا تسلية، يدرك أنه ليس أهلا له ولا يستحقه، لكن لا يستحقه غيره أيضا، وما قدراته إلا مجرد مزاعم، ويدرك تماما أن قوة البطش هي القادرة على إبقائه في السلطة لا الكفاءة. لو كان هناك فحص قبول للحكام لسقط فيه بجدارة. إذا كان ثمة ما سيجهد رجل الدولة ذهنه في التيقن منه، فمعرفة كيف يمنع الناس من التفكير بأحوالهم وعدم المطالبة بحقوقهم والرضا بما قسمه لهم، لا من ناتج عملهم، وأن المساواة التي يفرضها تتناسب مع الولاء الأعمى له، ولو كان في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أما لقمة العيش فمن أعطياته ومكرماته، فلا نعجب إذا كنا في حالة تأخر، فالحاكم ليس رجل دولة بل رجل نظام يصنع على قده حسب احتياجاته، بالتالي لن يكون إلا بمواصفات سيئة. لذلك لابد من تصحيح العنوان من رجل الدولة إلى رجل النظام. هناك غزو جديد يجتاح بعض مناطق فرنسا، وعن هذا قال موقع شبكة البي بي سي: السلطات الفرنسية أجبرت على إغلاق جزئي لمركز الشرطة بشمال شرق العاصمة باريس بسبب غزو للبراغيث، ما أدى إلى شكاوى شديدة من نقابات الشرطة. مبنى الدائرة التي ظهرت فيها البراغيث والتي يرجع تاريخها إلى القرن 19 أغلق أمام العامة ونقلت منه بعض الخدمات، لكن بعض الضباط ظلوا بالداخل يؤدون عملهم. تحالف نقابات الشرطة طالب بإغلاق المكان بالكامل ثم استخدام مبيدات لتطهيره من البراغيث. تقول الشبكة إن قضية غزو البراغيث ستعرض على نواب البرلمان الفرنسي في اجتماع مقرر مع وزير الداخلية يوم الاثنين القادم. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن شاباً بريطانياً يبلغ من العمر 31 عاماً مات بسبب تعفن قطعة من عود القطن كانت قد علقت في أذنه، وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب عانى من نوبات صداع حادة، وبدأ بنسيان أسماء الأشخاص المقربين منه فجأة قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة. بعد وفاته تم إرسال الشاب إلى أحد المستشفيات البريطانية، أجرى الأطباء له فحصاً للدماغ وتبين أنه عانى من خراجين مليئين بالقيح على بطانة دماغه، فقد تسبب عود القطن بالتهاب بكتيري بدأ في قناة الأذن وانتشر إلى الجمجمة. الرجل الذي لم يكشف عن اسمه عانى من ألم الأذن وفقدان السمع على مدار السنوات الخمس الماضية إلى أن توفي. في قلب صحراء مدينة مأرب تعيش مئات الأسر النازحة في مخيمات دون كهرباء ولا أي خدمات، ومع حلول فصل الصيف تحولت تلك الخيام والمنازل الطينية إلى أفران خاصة، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى إطلاق نداء استغاثة للسلطات للمطالبة بإنقاذهم. موقع بلقيس نشر صورا توثق المأساة، سنعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
الريشة أيضاً تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، كما هو حال رسام الكاريكاتير. فإلى الكاريكاتير. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.